السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ الجزء الثاني من Respiratory Tract Infection. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نفتكر مع بعض الفرق ما بين الـ Upper Respiratory Tract Infection والـ Lower Respiratory Tract Infection. قلنا أي Infection من بداية الـ Airway لحد الـ Larynx ده بيعتبر Upper Respiratory Tract Infection، وأي Infection below الـ Larynx ده بيعتبر lower respiratory tract infection. يعني لو في infection في التراكية، في البرونكاي، في الالفيولاي، ده بيعتبر lower respiratory tract infection. النمونيا عبارة عن infection of the lung، وده بيعتبر من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى الوفاة في الأطفال أقل من 5 سنين. إيه هي بقى أسباب lower respiratory tract infection؟ هنبدأ بالبكتيريال كولز. أول حاجة ستريبتوكوكس نيمونيا، هيموفلس انفلونزا، استافيلوكوكس أوريس، كليبسيلا نيمونيا، سودوموناس ريجينوزا، ومايكوبكتيريال تيوبركلوزس. وفي مجموعة من البكتيريا بسميها أتيبيكال بكتيريا، زي إيه؟ مايكوبلازما نيمونيا، ليجيونيلا نيمافلا، كلاميدوفلا نيمونيا، كلاميديا سيتاسي، كوكسيلا بيرنتي. ايضا في مجموعه من الفانجل انفكشنز بتعمل lower respiratory tract infection، زي ايه؟ اسبرجيلوس، كريبتوكوكس نيوفورمانس، كانديدا، هيستوبلازما كابسوليتا، كوكسي ديوديز ايميتس، نيموسيستس جيروفاسي. ايضا في مجموعه من الفيروسز بتعمل lower respiratory tract infections، زي ايه؟ زي الادينو فيروس، انفلونزا A and انفلونزا B viruses، human para influenza viruses، human respiratory syncytial virus، SARS and MERS coronaviruses، COVID-19 coronavirus، varicella zoster virus and measles. في عندنا مجموعة من البريدسبوزنج فاكتورز اللي ممكن تؤدي إلى اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشنز، زي إيه؟ طبعا السموكينج، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، دايابيتس ميليتس، اميونو سابريسيف ثيرابي، والاتش اي في. في كومن كلينيكال فيتشرز للور ريسبيراتوري تراكت انفكشنز، زي إيه؟ فيفر، كاف، بيرلنت سبيوتا اللي ممكن يكون بلاد ستين، شارب شيست بين نتيجة البلورال انفلاميشن، ساينز اوف سيستميك انفكشن زي ميالجيا، وجع في العضلات، مليز، ويكنس. وفي كبار السن ممكن يحصل منتال كونفيوجن. ايضا في مجموعة من الكومبليكيشنز ممكن تحصل للنمونيا، بلورال اند بريكاردال سبريد، سيبتسيميا، مينينجايتس، وبعض الكومبليكيشنز بتخص اورجانيزمز بعينها زي الاستافيلوكوكس اوريس ممكن تبقى كومبليكيتد بلونج كافيتيشن وبرونكياكتسز. في عندنا مجموعه من البكتيريال انفكشنز بتعمل نوع من النمونيا اسمها اتيبيكال نمونيا. الانفكشنز دي مايكوبلازما، ليجيونيلا، كلاميديا، كوكسيلا، دول بيعملوا اتيبيكال نيمونيا. طب الاتيبيكال نيمونيا بتختلف في ايه عن النيمونيا العاديه؟ ان البيشنتس هنا هيبقى عندهم مايلد ساينز اند سيمتومز، يعني ممكن يروحوا شغلهم ويقوموا بوظائفهم عادي مع تعب بسيط. هنا كميه السبيوتم بتبقى قليله او اوف مودريت اماونت، وما بيبقاش فيه كونسوليديشن في الغالب، والهوايت سيل اماونت بتزيد ولكن ما بتزيدش زياده كبيره. نيجي بقى لللابوراتوري دايجنوزس اوف لوور ريسبيراتوري تراكت انفكشنز. السامبلز بتاعتي هتكون ايه؟ السامبلز بتاعتي ممكن تكون سبيوتم، سواء كان اكسبكتوريتد سبيوتم او انديوسد سبيوتم، وممكن تكون في حالات التي بي والاميونو كومبرومايزد بيشنت برونكو الفيولار لافاج.
أيضا في rapid diagnostic techniques ممكن تستخدم for special microorganisms زي urinary antigen detection اللي ممكن يستخدم ليه لستريبتوكوكس نيمونيا وليجيونيلا نيموفلا. أيضا حديثا دلوقتي ممكن أعمل nucleic acid detection للمايكروorganisms في السبيوتم عن طريق multiplex nucleic acid amplification test. Management of lower respiratory tract infections. تعالوا نتفق الأول إن أي infection خاصة النمونيا لازم أعالجها بأنتيبيوتكس according للكالتشر والسنسيتيفيتي. ده الأسلم والأأمن. السيفير كوميونيتي أكوايرد نمونيا بتحتاج لازم hospitalization والعيان بياخد intravenous antibiotics ممكن ياخد third generation cephalosporin وماكروليد. أما في الحالات المايلد فممكن أديها أورال سيروي ده كفاية. ممكن أديها أموكساسيلين ماكروليد أو كينولونز. في بعض الانفكشنز لو أنا عملت لها تشخيص مثلا زي الهيموفلاس انفلونزا معروف إن هي بيتا لاكتام ريزيستنس فأنا لازم أديها ترايمسوبريم أو كو أموكسيكلاف. أيضا التريتمنت أوف هوسبيتال أكوايرد نيمونيا محتاج antibiotics تكون active against الانتروباكتريسياي والسودوموناس. ايضا السبورتيف ثيرابي ده مهم جدا زي البيدريست والاكسجين ثيرابي الريهايدريشن والفيزيو ثيرابي وطبعا لو احتاجنا فنتيليشن. في برضو سبيشال كير يخص بعض المايكرو اورجانيزمز زي السودوموناس اريجينوزا محتاجه انتنسيف بوشرال درينج وفيزيو ثيرابي. هنبدأ بأول بكتيريا الانفكشن بيعمل نيمونيا اسمه ستريبتوكوكس نيمونياي. ايه السورس اوف انفكشن؟ يا اما اندوجينس او اكسوجينس. 5-75% من الناس كولونايزد ويز ستريبتوكوكس نيمونياي وزود مانيفستيشنز وزود ديزيزز. مفيش مرض لكن كولونايزد بالبكتيريا الانفكشن. فين؟ في النيزوفارنكس او الاوروفارنكس اللي ممكن يتنقل لديستال سايت زي اللونج او اكسوجينوس. السورس ممكن يكون اكسوجينوس فروم بيشنت او كارير عن طريق الدروبلتس او عن طريق الانهاليشن. اليونج تشيلدرن والالدر دي معرضين لكومبليكيشنز خطيره زي المينينجايتس. فيرولنس فاكتورز اوف ستريبتوكوكس نيمونيا. ايه العوامل الممرضة اللي موجودة في الستريبتوكوكس نيمونيا؟ اول حاجة بوليساكرايد كابسول وده له انتيفاجوسيتيك اكتيفيتي. تاني حاجة نيموليسين وده عبارة عن ميمبرين دامجينج توكسين له سايتوتوكسيك اكتيفيتي وله كومبلمنت اكتيفيتنج بروبرتيز. تالت حاجة اميونوجلوبولين اي بروتيز معنى كده ان هو بيكسر الاميونوجلوبولين اي فالإميونوجلوبولين A ما بيقدرش يعمل معه حاجة. رابع حاجة أوتوليسين والأوتوليسين ده بيكسر الكروس لينكينج أو بيبتايدو جلايكان أوف نيموكوكاي وبالتالي بيعمل لايسز أوف نيموكوكاي ويؤدي إلى ماسيف إنفلاماتوري ريسبونس. إيه المانيفستيشنز of looper pneumonia of streptococcus pneumoniae؟ هي نفسها نفس المانيفستيشنز بتاعة النيمونيا ولكن هنا بتكون سيفير. بيبقى فيه high fever and sustained. بيبقى فيه severe shaking chill العيان بيرتعش ويقول لك ان كان عنده دور برد قبلها بيومين ثلاثة. طبعا في كف والكف ممكن تكون معاها سبيوتم والسبيوتم ممكن يكون blood tinged. في chest pain نتيجة وصول الأورجانيزم للبلورا. أيضا الستريبتوكوكس نيمونياي ممكن تروح البلد وتعمل باكتريميا وممكن توصل للمينينجيس عن طريق الهيماتوجينس سبريد وتعمل مينينجايتس. لابوراتوري دياجنوزيس اوف ستريبتوكوكس نيمونياي. السبيسمنز بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون سبيوتا هتكون بلد. هعمل دايركت مايكروسكوبك اكزامينيشن هاخد العينه واشوفها بالجرام ستين تحت الميكروسكوب هلاقيها جرام بوزيتيف لانسيوليت شيبد دايبلوكوكاي
with numerous blast cells. في special test بيتعمل اسمه كيلانج رياكشن او كابسولار سويلينج رياكشن، هقوله دلوقتي. ثالث حاجة الانتيجين ديتكشن، والانتيجين ديتكشن هنا بيعتمد على ان انا بعمل ديتكشن للكابسولار بوليساكرايد انتيجين سواء كان في البلاد او السي سيف او اليورين عن طريق الباسيف اجليتينيشن تيست او عن طريق الاليزا. كيلانج رياكشن او كابسولار سويلينج رياكشن بعمله ازاي؟ بجيب سلايد واحط عليها السبيسمين اللي هي السبيوتا، واضيف عليه انتي سيرم سبيسيفيك للكابسولار انتيجين، وبعدين اضيف ميثايلين بلو سوليوشن واشوف لو الكبسول حصل له سويلنج وبقى ريفراكتايل يبقى الكيلانج رياكشن بوزيتيف. لما اجي اعمل كلشر للستريبتوكوكس نيمونيا هعملها ازاي؟ هعملها كلشر فيه بلاد اجار، وهلاقي فيه الفا هيموليسيس، وهاخد الكولنز واشوفها تحت الميكروسكوب بالجرام ستين هلاقيها بوزيتيف جرام بوزيتيف لانسيوليت شيبد ديبلوكوكاي. وممكن اعمل للكولنز دي سبيشال دايجنوستيك تيست زي ايه؟ زي الكابسولار سويلنج تيست، سولوبيليتي ان بايل، اوبتوكين سنسيتيفيتي، والفيرمنتيشن اوف انيولين. هلاقي الستريبتوكوكس نيمونيا بوزيتيف بتديني بوزيتيف كابسولار سويلنج رياكشن وسولوبل في البايل وسنسيتيف للاوبتوكين وبتعمل فيرمنتيشن للانيولين. ايضا ممكن اعمل انيمال انيكيوليشن وهلاقي الستريبتوكوكس نيمونيا تاثيرها باثوجينيك على الانيمال اللي هو بيكون المايس. ممكن ايضا استعين بالسيرولوجيكال دايجنوزيس وادور على الانتي بوديز في البلاد اللي طلعت اجينست الستريبتوكوكس نيمونياي. ممكن استخدم الاجليوتينيشن تيست والبريسيبيتيشن تيست. هل في بريفنشن اجينست الستريبتوكوكس نيمونيا؟ ايه هو البروفلاكسز اجينست ستريبتوكوكس نيمونيا؟ عن طريق استخدام الفاكسين. في عندنا نوعين من الفاكسينيشن، نيموكوكال كونجيجيت فاكسين ونيموكوكال بوليساكرايد فاكسين. النيموكوكال كونجيجيت فاكسين مناسب ان هو يتاخد الاطفال 4 جرعات في الشهر الثاني والرابع والسادس والشهر ال18. والنيموكوكال بوليساكرايد فاكسين مناسب ان هو يتاخد الاطفال اكتر من سنتين والادلتس اكتر من 65 سنه والادلتس with certain medical conditions. تريتمنت اوف ستريبتوكوكس نيمونياي، زي ما قلنا قبل كده في علاجنا للبكتيريال انفكشنز الاحسن ان انا اعالجها اكوردنج للكالتشر والسنسيتيفيتي، ما اديش انتي بايوتيك قبل ما اعمل كالتشر وسنسيتيفيتي، خاصة مع المايكرو اورجانيزمز اللي معروفة بالانتيبيوتيك ريزيستنس زي الستريبتوكوكس نيمونياي. ممكن اعالج باستخدام البنسلين او بنسلين دريفاتيف او ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز. في حالات البنسلين ريزيستنت سترينز ممكن اعالجها بالفانكومايسين. اما لو في الرجي للبنسلين فانا ممكن ادي اريثرومايسين. من الانفكشنز برضو اللي بتعمل lower respiratory tract infection هيموفلس انفلونزا، والهيموفلس انفلونزا بيتبع الهيموفلس سبيشيز وهو عباره عن جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. الهيموفلس انفلونزا لها فيرولنس فاكتورز زي البوليساكرايد كابسول وده له انتي فاجوسيتيك اكتيفيتي، والبوليساكرايد كابسول 6 انواع فروم A تو F. ايضا الهيموفلاس انفلونزا عنده فيرولنس فاكتورز تانية زي اللايبوبوليساكرايد والاميونوجلوبولين اي 1 بروتيز. هيموفلاس انفلونزا تايب بي بالاضافه ان هو بيعمل لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن ممكن يروح البلاد ويعمل باكتريميا وسيبتيسيميا، وممكن يروح المينينجيس ويعمل مينينجايتس، وممكن يروح البون ويعمل اوستيومايلايتس. الهيموفلاس انفلونزا تايب بي في الغالب بتعمل الانفكشن بتاعها في البري سكول تشيلدرن، فده بيتسبب في المينينجايتس او الاكيوت ايبيجلوتايتس سيبتيسيميا فيشيال سيلولايتس اوستيومايلايتس. النون كابسيوليتد سترينز اللي ممكن تكون موجوده كومنسال في النيزوفارنكس ممكن تكون مسؤوله عن ادلت اوتايتس ميديا ساينسايتس تشيست انفكشن خاصه في
البيشنت اوف اوبستراكتيف اير واي ديزيزز. ايه الحاجات اللي بتميز الهيموفلس انفلونزا اثناء اللاب دايجنوزيس؟ اول حاجه بالجرام ستين هي عباره عن جرام نيجاتيف بليومورفيك كوكوباسيلاي. الاوكسيديز والكاتاليز تيست بيبقى بوزيتيف. محتاجه علشان يحصل لها جروس فاكتور 5 اللي هو الناد وفاكتور 10 اللي هو الهيماتين. علشان كده محتاج ان انا ازرعها في كالشر ميديا فيها فاكتور 5 وفاكتور 10 الاثنين زي الشوكليت اجار. وبتحتاج كمان higher concentration of carbon dioxide، فمحتاجة من 5 لـ10% كربون دايوكسيد. إنما لو زرعتها في الشيب بلاد أجار اللي فيه بس فاكتور 10، فده مش هيخليها يحصل لها جروس، إلا لو أنا زرعت معاها ستاف أوريس اللي بيعتبر مصدر ليه فاكتور 5. هنلاقي الهيموفلس إنفلونزا بتنمو قريبة جدا من الكولنز بتاع الستاف أوريس، وبنسمي الفينومينون دي ساتلايتز. ايضا في الدياجنوزس ممكن اعتمد على الانتيجين ديتكشن، ده فور رابيد دياجنوزس، وممكن اعمل دايركت وان دايركت اميون فلوريسنس. كمان الهيموفلس انفلونزا ممكن تكون جزء من مالتيبلكس نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست. تريتمنت اوف هيموفلس انفلونزا، ممكن ادي امبيسيلين كلورامفينيكول او ثيرد جنريشن سيفالوسبورين زي السيفترايكزون لمده 10 ايام. لكن الهيموفلس انفلونزا لو هي ريزيستنت للامبسيلين او البيتا لاكتام انتيبيوتكس، فانا ممكن ادي سيفترايكزون. بالنسبه للبريفنشن اوف هيموفلس انفلونزا، في عندنا هيموفلس انفلونزا بي كونجيجيت فاكسين، وبينصح ان كل الاطفال ياخدوه اقل من 5 سنين، وبيتاخد في الشهر الثاني والرابع والسادس بعد الولادة، وبوستر دوز في الشهر الخمستاشر أو التمنتاشر بعد الولادة. أيضا في كيمو بروفلاكسز للكلوز كونتاكت علشان أحمي من المينينجايتس، ممكن أديهم ريفامبين. الأورجانيزم اللي بعد كده اللي بيعمل لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن بيعمل نيمونيا اسمه سودوموناس اريجينوزا، وده موجود وايد سبريد في الانفايرمنت حوالينا، اي حته فيها ميه في البرك. ايه اللي بيميز السودوموناس اريجينوزا اللي هو الموست امبورتنت ممبر اوف سودوموناس؟ ان هو بيكون كالرفول ووتر سولوبل بيجمنتس، ممكن يكون لونها بلو يلو راست كالرد او جرين. الحاجه كمان اللي بتميز السودوموناس اريجينوزا وهي الريزيستنس تو انتي مايكروبيال ثيرابي، علشان كده العلاج بتاعه بيبقى صعب شويه. دي صوره بتورينا الاكس بيجمنت بالديفرنت كالرز بتاعته اللي بتطلع على الكالشر ميديا اللي بزرع فيها السودوموناس اريجينوزا. الفيرالنس فاكتورز اوف سودوموناس اريجينوزا كتيره ومتنوعه ولها دور مهم في الانتي بايوتيك ريزيستنس. اول حاجه الاوتر ميمبرين بروتين بورنز، ودي امبيرميبل للانتيبيوتكس. بيلي، ودي بتساعدها في الاتاتشمنت تو هوست تيشوز. سنجل بولر فلاجيلم. ميكويد اكسوبوليساكرايد سلايم اوت سايت السيل وول، وده بيتوجد عن طريق سيكريشن اوف الجينيت. ومعظم السودوموناس اريجينوزا سترينز بتفرز مالتيبل اكسترا سيلولر برودكتس بتسمح لها انها تكون بايوفيل، بالاضافه طبعا للانزيمز اللي هي بتفرزها واللي لها الاستيز اكتيفيتي او فوسفولايبيز اكتيفيتي او كولاجينيز اكتيفيتي او ادرينيليت سايكليز اكتيفيتي. والالاستيز انزيم بيأثر على الالاستين والاميونوجلوبولين A والاميونوجلوبولين G والكومبلمنت كومبوننتس. السودوموناس اريجينوزا برضو بتفرز اكس توكسينز. زي ايه؟ الاكس توكسين A، وده بيعمل انهبيشن للبروتين سنس عن طريق ان هو بيعمل ان اكتيفيشن للايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 2، وبالتالي مفيش بروتين سنس فبيحصل سيل ديث. برضو السودوموناس اريجينوزا بتفرز اكزو انزيم S واكزو انزيم T وواي ويو، ودول كلهم بيدخلوا الهوست سيلز وبيعملوا ابوبتوزيس.
ايه الحاجات بقى اللي بتميز السودوموناس ريجنوزا اثناء اللاب دايجنوزس؟ اولا السبيسمن عادي هتكون سبيوتم، هشوفها بالجرام ستين هلاقيها جرام نيجاتيف رودز، هزرعها على كالشر ميديا، ممكن ازرعها على النيوترينت اجار او الماكونكي اجار او البلاد اجار. الفكرة ان الكولنز بتاعتها بتدي جريب لايك سميل، وبتنمو في وايد تمبريتشر رينج من 5 ل 42 سيلسيوس. لما بتطلع على النيوترينت اجار بتديلي جرين اكزوبيجمنت، وعلى الماكونكي اجار بتعمل بيل يلو نون لاكتوز فيرمنتنج كولونيز، وعلى البلاد اجار في الغالب بتكون هيموليتك. ممكن برضه اتعرف على السودوموناس اريجنوزا من خلال البايوكيميكال رياكشنز بتاعتها، وممكن اعمل لها تايبنج عن طريق البايوسين تايبنج، او اعمل بالس فيلد جيل الكتروفريسز او مالتي لوكس سيكونس تايبنج. تريتمنت اوف سودوموناس اريجنوزا، زي ما قلت قبل كده ان السودوموناس اريجنوزا بتتميز ان هي ريزيستنت للانتيبيوتكس، علشان كده لازم التريتمنت يكون جايدد باي انتيبيوتيك سسبتابيلتي تيستينج، ولازم استخدم لها كومباينيشن ثيرابي. علشان كده ممكن استخدم البيتا لاكتام زي البيبراسيلين ومعاه امينو جلايكوزايدز. نيجي للنوع اللي بعد كده اللي بيعمل ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ممكن يعمل ابر اند لوور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، اللي هو كليبسيلا. الكليبسيلا دي مجموعة كبيرة ممكن نقسمها لنوعين كبار، كليبسيلا نيمونيا وكليبسيلا اوكسيتوكا. الكليبسيلا بصفة عامة بتتميز ان لها ميكويد جروس ولارج بوليساكرايد كابسولز ولاك اوف موتاليتي. البرايمري نيمونيا بتبقى دايما كوزد بالكليبسيلا نيمونياي سب سبيشيز نيمونياي، ودي كوميونيتي اكوايرد نيمونيا. كليبسيلا راينوسكلروماتيز من اسمها كده بتعمل جرانيلوميتس انفكشن اوف ذا نيزل باسجز. كليبسيلا اوزناي بتعمل كرونيك برونكياكتسز واتروفيك راينايتس. اما النوع الثاني من الكليبسيلا اللي هو الكليبسيلا اوكسيتوكا، فهو ايضا بيعمل هوسبيتال اكوايرد انفكشنز، ممكن يعمل ريسبيراتوري تراكت انفكشنز، يورينري تراكت انفكشن، وسيرجيكال سايت انفكشن. البكتيريا اللي بعد كده اللي بتعمل lower respiratory tract infection اسمها mycoplasma pneumoniae، ودي تعتبر the second most common cause of respiratory infection after streptococcus pneumoniae. المايكوبلازما نيمونيا بتتبع مجموعة كبيرة اسمها mycoplasma، واللي بيميزها ان ما عندهاش cell wall، lack of cell wall. والمايكوبلازما ممكن نقسمها لمجموعتين، مايكوبلازما نيمونياي وجينيتال مايكوبلازما. والجينيتال مايكوبلازما ممكن نقسمها مايكوبلازما هومينيز، يوريوبلازما يوريليتيكم، ومايكوبلازما جينيتيليوم، ودول من اسمهم لهم علاقة بالجينيتال انفكشنز. من الفيرولنس فاكتورز القوية بتاع المايكوبلازما نيمونيا بروتين اسمه B1 بروتين، وده بيمكنها من ان هي تمسك كويس في الهوست تيشوز. كمان بتفرز هيدروجين بروكسايد اللي بيعمل دامج للهوست ممبرينز، وبيعمل انترفيرنس ويز سوبر اوكسايد ديسميوتيز اند كاتاليز. والمايكوبلازما نيمونيا ممكن يعمل لها او يحصل لها ديستراكشن بالماكروفاجس والاكتيفيتي بتاعت الكومبلمنت سيستم. المايكوبلازما نيمونيا بتعمل اتيبيكال نيمونيا، واحيانا بنسميها ووكينج نيمونيا، لان مع وجود الكلينيكال مانيفيستيشنز العيان بيقدر يقوم بالاكتيفيتيز العاديه اليوميه اللي بيعملها. العيان هيعاني من مثلا فيفر، مايالجيا، تشست بين، الكف نان برودكتيف، بيبقى فيه هيدك. مع وجود الاعراض دي العيان بيقدر يقوم بالاكتيفيتي بتاعته لانها ما بتبقاش فيري سيفير. ممكن يحصل برضو بريفرال وسنترال سيانوزيس. ليه؟ لان العيان بتاع المايكوبلازما نيمونيا بيكون انتيبوديز اللي بتعمل اجليوتينيشن للار بي سيز عند اللو تمبريتشر، وبنسمي الانتيبوديز دي
called agglutinins. احيانا بعد النمونيا بيحصل reactive arthritis او neuritis. ايه الحاجات بقى اللي بتميز اللابوراتوري دايجنوزيس اوف مايكوبلازما نيمونيا؟ اول حاجه ان هي not seen بالجرام ستين او poorly stained بالجرام ستين نتيجه عدم وجود سيل وول، ممكن اصبغها بالجيمس ستين او بالليشمان ستين. امال بشخصها ازاي؟ عن طريق detection of rising immunoglobulin G تتر او immunoglobulin M by ELISA اللي هو الانزيم لينكد immunosorbent assay. ايضا الميثود اوف تشويس هنا هو النيوكليك اسيد تيستينج. اما بالنسبه للتريتمنت فالمايكوبلازما نيمونيا معروف انها ريزيست الانتي بايوتكس، خاصه طبعا البيتا لاكتامز لان ما عندهاش سيل وول. امال التريتمنت بيكون عباره عن ايه؟ ممكن نجرب معاها الاريثرومايسين والازيثرومايسين، والاحسن من ده ان احنا نعمل التريتمنت اكوردنج للكالتشر والسنسيتيفيتي. نيجي بقى لنوع تاني بيعمل اتيبيكال نيمونيا اسمه كلاميديا. والكلاميديا ثلاثة سبيشيز، اتنين فيهم بعتبرهم ريسبيراتوري باثوجنز زي الكلاميدوفلا نيمونيا والكلاميدوفلا سيتاسي، ونوع تالت اسمه كلاميديا تراكوميتز وده في الاساس بيعمل انفكشن للاي والجينيتال تراكت، لكن ممكن برضو يعمل نيونيتال نيمونيا. والكلاميديا يعتبر اوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا، بيبقى موجود في شكلين، الشكل الاولاني ريتيكوليت بودي وده نون انفكتيف فورم، موجود انتراسيلولار بيحصل له مالتيبليكيشن بسميه الفيجيتيف فورم. لما بيحصل له مالتيبليكيشن بيدينا بعد كده الاليمنتري بودي. الاليمنتري بودي ده هو الانفكتيف فورم وده بيبقى موجود، ممكن يقدر يكون موجود اكسترا سيلولر وممكن يتنقل من خليه لاخرى. في صوره بتوضح اللايف سايكل اوف الكلاميديا، زي ما احنا شايفين الاليمنتري بودي بيعمل انفكشن للهوست سيل وبعدين بعد كده بيتحول جوه الخليه لريتيكوليت بودي اللي هي الفيجيتيف فورم اللي بيحصل لها مالتيبليكيشن، وبعدين بتدينا بعد كده الاليمنتري بودي اللي بيخرج من الخليه ويقدر يبقى موجود اكسترا سيلولر عشان يقدر يعمل انفكشن لخليه ثانيه. اما بالنسبه للفيرولنس فاكتورز اوف كلاميديا فعندها اوتر ميمبرين بروتين بيساعدها على الاتاتشمنت تو ميكوزال سيلز، وايضا عندها سيستين ريتش بروتين له علاقه بالفيرولنس. زي ما قلنا قبل كده الريسبيراتوري باثوجنز بتاعت الكلاميديا نوعين، كلاميدوفلا نيمونيا وفي كلاميدوفلا سيتيكاي. الكلاميدوفلا نيمونيا بتتنقل فروم بيرسون تو بيرسون عن طريق الريسبيراتوري روت وبتعمل الاتيبيكال نيمونيا، وزي ما قلنا الاتيبيكال نيمونيا بتبقى الاعراض بتاعتها مايلد وممكن العيان يكون بيقوم بيه الاكتيفيتيز بتاعته من غير اي مشاكل. الكلاميدوفلا نيمونيا مش بتعمل نيمونيا بس، لكن بتعمل كمان فارينجايتس، ساينوسايتس او لارينجايتس. نيجي بقى للكلاميدوفلا سيتيكاي، ودي موجوده في الريسبيراتوري سيكريشنز والاكسكريتا اوف انفكتد بيرس. طب ازاي بيحصل انفكشن في الهيومنز؟ عن طريق انهاليشن اوف داست كونتامينيتد باي الاكسكريتا والريسبيراتوري سيكريشنز بتاعه الانفكتد بيرس. بعد فترة من الانكيبيشن بيريود اللي بتقعد من 10-14 يوم العيان هيبدأ يشتكي من فيفر، دراي انبرودكتيف كوف، دسنيا، هيديك، اند مايالجا. اما من ناحية اللابوراتوري دياجنوزس فالتشخيص بتاعها بيكون عن طريق دايركت انتيجين ديتكشن بالإلايزا او الدايركت اميوني فلوريسنس. ممكن نعمل سيرولوجيكال دايجنوزيس يعني ندور على الانتي بودز اللي طلعت اجينست الكلاميديا، وده بيكون عن طريق مايكرو اميون فلوريسنس، ولا بس لازم يكون في رايزنج انتي بودي تتر. تالت حاجه طبعا عن طريق النيوكليك اسيد ديتكشن عن طريق الدي ان اي بروب او البي سي ار. التريتمنت بتاع الكلاميديا بيكون
دوكسيسايكلين او ماكروليدز. نيجي للأورجانزم اللي بعد كده اللي بيعمل اتيبيكال نيمونيا اسمه كوكسيلا بيرنتي. والكوكسيلا بيرنتي بيبقى موجود كريزرفوار في الكاتل والشيب والجوتس والكاتس، وبيتنقل للهيومنز عن طريق الكونتاكت مع الانفكتد انيمالز او البرودكتس بتاعتها عن طريق الريسبيراتوري روت او عن طريق الان باستيرايزد ميلك. الكلينيكال فيتشرز بتاعتها العيان ده بيجي بيه اكيوت فيبريل إلنس، بيبقى فيه فيفر عشان كده بنسميها كيو فيفر، ميالجيا وكف، وبيبقى احيانا معاها اتيبيكال نيمونيا او ساعات بيجي في صورة هيباتايتس. التشخيص بتاعنا بيكون عن طريق النيوكليك اسيد تيستينج والسيرولوجي، ان انا ادور على الانتي بودز اللي طلعت اجنست الكوكسيلا بيرنتي باستخدام الايزا او الاندايركت اميونو فلوريسانس تكنيك. التريتمنت بيكون عن طريق الدوكسيسايكلين او تتراسايكلين. زي ما قلنا الكوكسيلا بيرنتي بتتنقل عن طريق الريسبيراتوري روت عن طريق الانهاليشن اوف اير بورن بارتكلز. في الجسم بقى بتدخل في الماكروفاجس اثناء الفاجوسايتوزس ويتكون الفاجوسيتيك فيزيكل اللي هيحصل له فيوجن مع اللايزوزومز ويتكون الفاجولايزوزومز. المشكلة بقى هنا ان البكتيريا هتقدر تعيش جوه الفاجولايزوزوم ويحصل لها مالتيبليكيشن، بعد كده هيحصل لها ريليز لما الخلايا يحصل لها رابشر هي والفاجولايزوزومز. نيجي للأورجانيزم اللي بعد كده اللي بيعمل اتيبيكال نيمونيا اسمه ليجيونيلا نيموفلا، وده بيتبع مجموعة كبيرة اسمها مجموعة الليجيونيلا اللي هي فيها حوالي اكتر من 40 نوع. وصفها ايه بقى؟ عبارة عن بيليومورفيك باسيلاي ستيند بورلي ويز جرام، ولكن عندها سيل وول بتشبه السيل وول بتاعت الجرام نيجاتيف بكتيريا. بتبقى موجودة في الاير كونديشننج سيستمز، السويمنج بولز، الريفرز، وفي اماكن تانية. بيحصل لها مالتيبليكيشن جوه الاكانس ميبا في الحاجات دي، يعني الاكانس ميبا اللي موجودة في الاير كونديشننج سيستمز او في السويمنج بولز او في الريفرز يحصل لها مالتيبليكيشن جواها. طب الترانسميشن بيكون ازاي للهيومنز؟ عن طريق الريسبيراتوري روت او الاليسولز جنريتد فروم الشاورز او الاير كونديشننج سيستمز. في معلومة مهمة عن الليجيونيلا نيموفلا ان مفيش هيومن تو هيومن سبريد، يعني المود اوف ترانسميشن بتاعها بيبقى عن طريق الاليسولز اللي طالعة مثلا من الاير كونديشننج سيستمز وكونتامينيتد بي البكتيريا اللي هي الليجيونيلا نيموفلا. وجود الليجيونيلا نيموفلا داخل الاميبا بيمنع الاندزومال لايزوزومال فيوجن، فده بيسمح للليجيونيلا نيموفلا بالسرفايفل والريبليكيشن داخل الماكروفاجس. اما عن الفيرولنس فاكتورز الاخرى للليجيونيلا نيموفلا فعندها ميجور اوتر ميمبرين بروتين اللي بيعمل انهبيشن للاسيديفيكيشن اوف فاجولايزوزوم، والاسيديفيكيشن دي طريقه قويه جدا بتعمل كيلينج للبكتيريا، علشان كده البروتين ده بيقدر ان هو يحمي الليجيونيلا نيموفلا فروم فاجولايزوزوم. الليجيونيلا نيموفلا برضو عندها بوتنت اكسو بروتيز. نيجي للكلينيكال فيتشرز اوف الليجيونيلا نيموفلا. الاعراض او المانيفستيشنز ممكن تكون بسيطه، فيظهر العيان في كونديشن اسمها بونتايك فيفر، هيبقى في عنده مايلد انفلونزا لايك إلنس، او ممكن تكون المانيفستيشنز سيفير، العيان هيبقى عنده سيفير نيمونيا اللي ممكن تؤدي الى ريسبيراتوري فيلير اند ديث، ودي هسميها ليجيونيرز ديزيز. في الغالب النيمونيا دي بتكون اتيبيكال نيمونيا، وبالتالي هتبقى امبروداكتيف كاف، هيبقى معاها ديسنيا. وممكن يكون في اعراض تانية معاها associated conditions ان يبقى في gastrointestinal symptoms و central nervous system symptoms. ايه هو اللاب diagnosis of legionella pneumophila؟ اول حاجة بالميكروسكوبي عن طريق الجرام ستين انا مش هشوف بكتيريا. ليه؟ لان انا قلت ان هي poorly stained بالجرام ستين فمش هقدر اشوف بكتيريا، لكن ممكن الاقي باسلز او نيوتروفيلز. ممكن اعمل انتيجين ديتكشن في اليورين باستخدام الاليزا،
وممكن استخدم الدايركت اميون فلوريسنس او النيوكليك اسيد تيستينج زيها زي بقيه الريسبيراتوري باثوجينز في السبيسمنز. اما بالنسبه للسيرولوجيكال دايجنوزس فانا ما بعتمدش عليه قوي في التشخيص. ليه؟ لان الانتي بوديز دي بتظهر متاخره، ممكن تظهر من شهر لثلاث شهور بعد حدوث الانفكشن. ازاي بعالج ليجيونيلا نيوفلا؟ بعالجها عن طريق اماكروليد زي مثلا الازيثروميسين، وممكن استخدم معاها ريفامبيسين. اما بالنسبه للبريفنشن بتاع ليجيونيلا نيموفلا فده بيكون عن طريق الصيانه المستمره للاير كونديشننج سيستمز والهوت ووتر سبلايز. لازم احافظ على درجه الحراره بتاعتها اكتر من 45 علشان امنع المالتيبليكيشن. وبكده نكون انتهينا من الجزء الثاني من الريسبيراتوري تراكت انفكشنز. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع.